أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع في مرضاة ربنا، وأن يوفقنا فيه لفقه في دينه والعلم بتأويل كتابه، وأن يفتح لنا من العلم والتوفيق والهدى. ثم أما بعد، أيها الإخوة، بين يدينا في هذا المجلس وفي هذا اليوم المبارك في هذه الدورة القرآنية، دورة الأترجة، نصل إلى قرابة منتصف القرآن، وبين يدي سورة عظيمة من سوره، سورة مكية، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من العتاق الأول، أي من السور القديمة التي نزلت عليه، ومن تلاديه، أي من نفيس ما أنزل عليه. إنها سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل. هذه السورة أيها الأخوة، قبل أن ندخل في الحديث عنها وبيان معناها أو معاني آياتها، نحب أن نقف وقفة مهمة حول مقصد هذه السورة، بما أننا عرفنا قيمتها وأنها من السور المكية، فمن الجميل أيها الأخوة أن نعي بمقصد السورة والتعرف على القضية التي تركز عليها، كما ذكرت قبل في عدد من المجالس في أهمية التعرف على المقاصد التي تدور عليها السورة، أو القضية الأساسية والرئيسية التي تبرزها وتعالجها تدور حولها. هذه السورة أيها الأخوة، حينما نجد نتأمل في آياتها نجد أنها تكرر فيها لفظ الرسالة، وتكرر فيها لفظ القرآن، تكرر فيها لفظ القرآن أكثر من 10 مرات والحديث عنه، وتكرر فيها لفظ التسبيح: سبحان الذي أسرى بعبده، تسبح له السماوات السبع والأرض، وغيرها من آيات التسبيح: سبحان، قل سبحان ربي. بالتأمل في هذا أيها الإخوة، نجد أن هذه السورة تدور حول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزته الكبرى وهي القرآن، رسالته عموماً وعلى الأخص في الحديث عن معجزته التي بها أوحي وبها تهدى هذه الأمة، وبها تشرف وتنال كرامتها وترث مكانتها في وخلافتها في هذه الأرض. إذن باختصار، إنها عن الرسالة المحمدية، عن حقيقتها، وأنها مبنية على التوحيد كما بنيت الرسالات الأولى، ومضمونها وهي ما جاء في مضمون هذه السورة في 17 وصية من وصاياها، وأيضاً عاقبة هذه الرسالة ومستقبل هذه الرسالة.
إلى أين ستؤول بصاحبها وهو النبي صلى الله عليه وسلم وبأمته وهي وهم أمة الإسلام؟ لاحظوا سلمكم الله أن فيها آيتين، آية تدل على عظم مضمونها، عظم مضمونها، وأن الإنسان بهذا القرآن وهذه الرسالة سينال أعظم الهدي وأعظم الطريق، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذن هو في عظم مقامه أو عظم هديه، ثم بهذه الرسالة وهذا القرآن ينال الإنسان أعلى مكان، بهذه الرسالة وهذا القرآن ينال الإنسان في الدنيا وفي الآخرة أعلى مكان. ما هي الآية التي تدل على ذلك؟ نعم، لا، في أنه بالقرآن يعلو الإنسان أعلى مكان في الدنيا وبالآخرة، هي الآية موجهة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن أمته ترثه في ذلك بحسب مقدار أخذها لهذا القرآن. صريحة الآية، صريحة، قال الله عز وجل عن هذا القرآن: فتهجد به نافلة لك، أي القرآن، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فما علاقة التهجد بالقرآن في رفع المقام إلا للإشارة إلى أن هذا القرآن أيها الإخوة هو مناط الرفعة في الدنيا وفي الآخرة، فمن أراد الرفعة الحقيقية أيها الأحبة فعليه بالقرآن. ولهذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. ولماذا لا يرتفع الإنسان بالقرآن أيها الإخوة وهو قد أخذ كلام الله عز وجل الذي فضله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه؟ ولماذا لا يفضل ويرتفع الإنسان بهذا القرآن وهذا القرآن أنزل من عند الله عز وجل الذي هو فوق السماوات والأرض؟ فلا شك بعلو هذا الكتاب وعلو مقام أهله، فما أعظم أن نعي هذا المعنى العظيم في هذه السورة يا إخوة. إذن توحي هذه السورة إلى أن الأمة المحمدية بهذا القرآن حين تأخذه بحقه ومضمونه وكما جاء به كما جاء فيه، فإنها ستنال شرفاً ومكاناً وسترث بني إسرائيل في الخلافة. ولهذا سميت السورة بسورة بني إسرائيل. لماذا سميت بني إسرائيل؟ للإشارة إلى أن بني إسرائيل قد منحوا المكانة والشرف والعلو حينما أعطوا التوراة. قال الله عز وجل في الآية الثانية: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا فإنكم أهل للهداية وأهل للإمامة والفضل إذا أخذتم ما أوتيتم من الكتاب ولم تجعلوا تتخذوا من دون الله وكيلا. لكنهم أبوا إلا أن يتخلوا عن هذه الرسالة، رسالة موسى، فأتى الله عز وجل بهذه الأمة وبعث إليها قبل ذلك رسولها صلى الله عليه وسلم محمد، وأتاها الفضل. لكن السورة تحذرنا مما كان عليه بني إسرائيل، فإن هذا الفضل يا إخواني لم نعطاه لأنسابنا وأحسابنا وأعراقنا، لا، وإنما هو بهذا القرآن حينما نأخذه. إذن سلمكم الله هذا المعنى العظيم، إذا قرأنا السورة من خلاله فإننا سنجد معان عظيمة ونلحظ هاديا قرآنيا عظيما. ولعلنا نمر من خلال هذه الوقفات وهذه المجالس على هذا المعنى. تضمنت السورة أيها الأخوة في خلال آياتها حتى نأتي إلى إثبات أن هذا القرآن حق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً، إثبات أن هذا القرآن حق
للإيمان لكي تؤمن وتوقن الأمة بأن هذا القرآن هو من عند الله عز وجل وأنه سبيل لهداها. وكما ذكرنا قبل قليل بأنه ذكر الله تعالى بأن هذا القرآن موضع الكمال البشري هداية ومقاما. وذكر الله تعالى بعد ذلك في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما مناسبة هذه الآيات؟ مناسبتها أنه ذكر مضمون هذه الرسالة وما فيها من الحكمة التي تبعث على الكمال. ذكر الله تعالى في هذه الآيات الوصايا 17 وصية تبعث للإنسان على الكمال، فمن أراد الكمال فعليه بهذه الوصايا التي تضمنها القرآن. ثم توجه الخطاب إلى في السورة إلى الكافرين بدحض ما هم عليه وتكذيبهم وازدرائهم والرد على مطاعنهم بالقرآن وتحديهم به، لأن ذلك في مقابل إظهار شأن القرآن. ثم ختم السورة بالإعراض عن الكافرين بالقرآن والإشادة بالمؤمنين به في قوله قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. بعد أن بين هذا القرآن ومنزلته وفضله وكماله قال لهم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، لا يضير ذلك، إنما أنزل الله عز وجل ذلك لهدايتكم. فما أعظم هذه السورة أيها الأخوة حينما نقرأها بهذا المقصد العظيم الذي يبعث في نفوسنا الأمل والإشراق والفأل بمستقبل الأمة الذي ننتظره. ومن العجيب أن في هذه الآيات وفي هذه السورة أيها الأخوة دلالة على مستقبل قريب لهذه الأمة، ودلالة على أحداث تحصل اليوم للأمة، وإشارات إلى عاقبة هذه الأمة وتمكينها ونهاية بني إسرائيل، بل نهاية دولة إسرائيل القائمة اليوم. دعونا نتأمل جميعا وكونوا معي في الآيات في الآيات السورة، نسير معها آية آية. قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. افتتح الله عز وجل هذه السورة بسبحان الذي أسرى بعبده، والتسبيح هو التنزيه، تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. فما مناسبة افتتاح الحديث عن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح الذي هو التنزيه؟ عن ماذا يتنزه الله عز وجل في قضية الإسراء بنبيه؟ ما مناسبة هذا التسبيح أيها الإخوة؟ مناسبته سلمكم الله هو أن الله عز وجل حين أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش من صباحه وأخبرهم بالإسراء والمعراج، فكذبوه وسخروا منه، قالوا كيف تذهب في ليلة واحدة إلى المسجد الأقصى ونحن نسير إليه شهرا كاملا، ولم يصدقوا ذلك فضلا أن يصدقوا بالمعراج. فهم الآن كذبوا الإسراء، ولذلك ذكر هنا الإسراء دون المعراج. فذهبوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقالوا أما رأيت ماذا قال صاحبك؟ يزعم أنه أتى بيت المقدس ليلة البارحة. فقال وهو الصديق رضي الله تعالى عنه إن كان قاله فقد صدق. ما أعظم هذا الرجل في إيمانه، يأتيه الخبر من المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان قاله فقد صدق، ولهذا سمي الصديق، ما يأتيه شيء إلا ويصدقه من النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل قوله سبحان الذي أسرى، أي تنزه مما كذب به المشركون في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى. إذن هو
في افتتاح التسبيح هنا تنزيه عن تكذيب، تنزيه الله عز وجل عما كذب به المشركون في قضية الإسراء. الذي أسرى بعبده، لماذا قال بعبده ولم يقل برسوله؟ لأن منزلة العبودية أعلى منزلة للعبد التي يظهر فيها الخضوع والذلة، لأن الطريق المعبد المذلل. فالإنسان كلما تعبد لله كلما ارتفع قدره عند الله، وكلما خضع لربه وأطاعه كان ذلك أعظم في منزلته ورفعته. فهو أعلى منزلة للعبد يتصف بها الإنسان. ولهذا جاء لفظ العبودية في السورة متكررا يدلك على عظم هذا الوصف. حينما يتصف به الإنسان يشرف عند ربه ويكون له حق الخلافة والإمامة في الدين. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. في تسمية المسجد الأقصى دون البيت بيت المقدس، لأنه لم يكن معروفا بالمسجد الأقصى، ماذا يدل عليه الإخوة؟ قال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم، طيب، وأيضا إذن هو إشارة والله أعلم إلى أن هذه الأمة سترث بيت المقدس وستعمره وسيسمى المسجد الأقصى، وهو ما كان وهو قائم إلى الآن. فعمر رضي الله تعالى عنه حينما فتح بيت المقدس كان ذلك فتحا للمسلمين لهذا البيت، ولهذا كان بعد ذلك بناء هذا المسجد الأقصى بناه عدة خلفاء من خلفاء بني أمية وغيرهم. فالشاهد أن هذا الإشارة والله أعلم إلى ربط المسجد الأقصى بالمسجد الحرام بالمسجد الأقصى من حيث وراثة هذه الأمة لهذا المسجد لهذا البيت بيت المقدس، وأنها ستنال شرفه وبناءه. كما أن في ذلك أيها الإخوة في ربط المسجد الحرام بالمسجد الأقصى في الإسراء ربط لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم برسالات الأنبياء قبله، كما أن في هذا أيضا إشارة والله تعالى أعلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورث ورث أنبيائه وورث الأنبياء من قبله بإرث بيت المقدس الذي هو موضع أنبياء بني إسرائيل، وفيه أيضا صلى بالأنبياء إشارة إلى أنه قد ورثهم، فهو خاتمهم ورسالته خاتم الرسالات، والإسلام كان أكمل الرسالات التي أرسلها الله تعالى للبشرية. قال هنا الذي باركنا حوله ليدل على فضيلة هذا المسجد مسجد الأقصى، وهو الشام الذي ذكر الله تعالى بركته في القرآن كثيرا. قال الله عز وجل لنريه من آياتنا، ماذا يدل عليه قوله لنريه من آياتنا؟ قال المفسرون في هذا إشارات أن الله عز وجل أرى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة إمارات تمكين أمته ورسالته والبشائر التي سيحوزها في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك رأى في الدنيا أو رأى في المسجد الأقصى أنه أو رأى بعينه أنه صلى بالأنبياء، ورأى أنه شرب اللبن حينما خيره جبريل بين الماء واللبن فاختار اللبن فقال أصبت الفطرة، مما يدل على أن رسالته تكميل لفطرة البشرية، وأن الإنسان بها تكتمل فطرته وبشريته بهذا الروح وهذا الإيمان وهذا
القرآن. وأيضا رأى من آياته ما مقامه، ورأى في الجنة ما فيها من النعيم، ورأى في النار ما في من الكافرين، فإنه ذكر في بعض الروايات أنه رأى أبا جهل في النار، وهذا مما يؤنسه بأنه سيمكن هو عليه الصلاة والسلام في ذلك، وأنه سيخزي الله عز وجل الكافرين به. قال الله عز وجل: إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير، ما دلالة ختام الآية بقوله إنه هو السميع البصير؟ دلالتها الإشارة إلى حال بني إسرائيل، فإنني نسيت أن أقول أن في سبب نزول السورة أيها الإخوة أنها نزلت في ظروف شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تآمر المشركين مع اليهود، تآمر المشركين مع اليهود، فإن المشركين أبعثوا نفراً منهم إلى المدينة، إلى يثرب قبل أن تكون المدينة، فسألوا اليهود عن فسأل المشركون اليهود عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فاليهود أرادوا أن يعجزونهم أو يعجزون النبي صلى الله عليه وسلم بأسئلة ليظهروا للمشركين أنه ليس الرسول، لأنهم كانوا يطمعون أن يكون النبي المبعوث الخاتم منهم، فقالوا اسألوه عن ثلاث، فسألوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، فجاء بيان أصحاب الكهف وذي القرنين في سورة الكهف، وجاء السؤال عن الروح في هذه الآية في هذه السورة، وذكر أن اليهود كان بينهم وبين المشركين ود، وكانوا يسألونهم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد اليهود أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بقتله أو نحوه، وقد ذكرت الروايات ذكر أهل السير أنهم أرادوا قتله يوم أن كان في رعاية حليمة السعدية، حينما جاءوها وسألوا عنه فقالوا: من هذا؟ أين أبو هذا؟ أين أبوه؟ فقالت: هو ذا، تعني زوجها، فكانوا أرادوا أن ينالوا منه أذن حين رأوا أمارات عليه، وكانوا يعلمون أنه يتيم، يكون يتيماً، فلما قالت لهم أن أبوه هذا أي زوجها تركوه. إذن كان اليهود يتقصدون أذى النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك جاءت هذه السورة لإثبات أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم باقي، وأن أمر اليهود منتهي. ولذلك ذكر الله تعالى في الآيات التي بعدها ما يمكن أن نفيض الحديث عنه في بقية المجلس، قال الله عز وجل: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. فهذه إشارة إلى ما كان من شأن بني إسرائيل، وأن الله عز وجل منحهم الفضل والرسالة لكنهم كذبوا بهذه الرسالة، ففي هذا تحذير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن يكذبوا برسالة محمد كما كذب بنو إسرائيل فينالهم ما نالهم من العقوبة. ولذلك قال بعدها: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، أي أن هؤلاء بني إسرائيل أبقاهم الله تعالى من ذرية نوح عليه السلام، وهم أبناء من نسل سام بن نوح الذي أنجاه الله مع أبيه، فهم من سلالته وذريته، فأبقاهم الله وجعل لهم تمكيناً وخلافةً وفضلاً وتفضيلاً، إلا أنهم كذبوا ولم يكونوا على ما كان عليه نوح عليه السلام من العهد، إنه كان عبداً شكوراً. قال الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً. هذه الآية تشير إلى ماذا؟ تشير لنا إلى أن الله عز وجل قضى لبني إسرائيل أنهم مع ما أتاهم الله من الولاية والرسالة إلا أنهم سيفسدون مرتين، وستكون عاقبتهم في فسادهم وعلوهم أن الله عز وجل سينتقم منهم. هذا تحذير،
فإن موسى عليه السلام حذرهم بأنهم ستنالكم عقوبتان بعد إفسادكم وعلوكم، أخبرهم بذلك. فالله عز وجل قال هنا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ما المقصود بهذين الإفسادين وهذين العلوين؟ اختلف المفسرون اختلافا كثيرا في هذا. المفسرون المتقدمون يقولون أن الإفسادين انتهيا، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول قالوا أنه في حين أفسدوا فسلط الله تعالى عليهم بغتة الصر الذي أهلكهم ودمرهم، والإفساد الثاني كان بعده إهلاكهم على يد الرومان. لكن متى كان ذلك؟ قال بعضهم أن هذين الإفسادين الأول انتهى والثاني لم يأتي بعد، بل هو الإفساد العلو والإفساد الذي سيكون من شأنهم في آخر الزمان. هؤلاء المفسرون المتأخرون الذين أدركوا علو بني إسرائيل في هذا الوقت وهو قيام دولة إسرائيل، فقالوا أن العلو الثاني هو علو دولة إسرائيل وقيامها، وأن الله عز وجل سيبقيها مدة ثم سيهلكها، كما قال الله عز وجل: ثم رددناكم لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. فقالوا أن هذا الإخراج سيكون في إهلاك دولة إسرائيل وسقوطها. لكن يظهر الله أعلم بالتحقيق أن أقوال السلف وأقوال المفسرين القدماء أولى بالآية، لأن الله عز وجل قال بعدها: عسى الله أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. ففيه إشارة في قوله وإن عدتم عدنا إلى أنهم سيعودون، إلى أنهم سيعودون، في قوله وإن عدتم عدنا إلى أنهم سيعودون في العلو والإفساد، فيعود الله بإهلاكهم. والله أعلم أن قوله وإن عدتم عدنا أظهر دلالة في أمر دولة إسرائيل القائمة من الآيتين السابقتين. وبالتأمل أيها الإخوة، وجدت آية من كتاب الله عز وجل تدل دلالة ظاهرة على الإفسادين وقتهما متى يكون وأنهما قد مضيا. فمن يأتي لنا بالآية، من يأتي لنا بالآية التي تدل على الإفسادين والإهلاكين بعدهما فله عند الإخوة جائزة طيبة. عندكم شيء يا أبو طارق؟ طيب، من يأتي بالآية الدالة على الإفسادين وإهلاكهما، إهلاكهم بعدهما، فله هدية قيمة في آخر اليوم إن شاء الله. أنا لا أريد أن أستعجل بها، لأنها آية تفصل قول المفسرين وتبين الحق في الآية، والله تعالى أعلم. طيب، قال الله عز وجل: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. متى كانت علو بني إسرائيل؟ كانت أعلى علو لبني إسرائيل هو في دولة إيش؟ مملكة. أعلى علو وصل إليه بنو إسرائيل اليهود متى؟ الذي ملكوا فيه الأرض داود وسليمان. أعلى مملكة لهم مملكة داود وسليمان. قال الله عز وجل لذلك قال: لتعلن علوا كبيرا. لكنهم لم يفسدوا إلا بعد سليمان، هم عتوا
وكانوا على خير ما داموا مع داود في عهد داود وسليمان، ثم أفسدوا وتفرقوا بعدهما. قال الله عز وجل: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. هذه الجملة هي التي أشكلت على المفسرين الأولين والمتأخرين، فالذين قالوا أنها في المتأخرين يعني في العهد المتأخر قالوا عبادا لنا، والعباد هنا مؤمنون عباد الله، لكن ليس هذا الصريح، بل إن الله عز وجل يبين أن الله سيسخر أناسا من عباده وإن كانوا كافرين في إهلاكهم حينما كفروا، حينما كفروا. ولهذا قال الله تعالى عنهم أولي بأس شديد. من هم أولئك القوم الذين هم أولي بأس شديد؟ سؤال في نهاية الدرس سلمك الله. هم بخت نصر الذي دمر اليهود تدميرا وأهلكهم وجاس خلال الديار ودمر بيت المقدس، وقد كان ذلك أمر مشهود معلوم عند اليهود وعند النصارى معهم. قال: وكان أمرا وكان وعدا مفعولا، لأن الحديث هنا عن بني إسرائيل، وبنو إسرائيل كما تعلمون يدخل فيه اليهود والنصارى. قال الله عز وجل: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم رددنا لكم الكرة، يبين أن الله عز وجل ردهم مرة أخرى إلى دولتهم بفضله تعالى، والكرة تدل على أن ذلك أيضا كان بعد قتال وجهاد بينهم وبين عدوهم. قال الله عز وجل: وأمددناكم بأموال وبنين، بعد أن سلبهم عدوهم وسلب أموالهم وسبى نساءهم وأولادهم أعاد الله لهم ذلك منة منه، ففي هذا امتنان من الله تعالى عليهم وعلى المعاصرين منهم. وقال بنين ولم يقل أولاد، لماذا؟ البنين الأظهر فيهم الذكور، الأظهر فيهم الذكور، ويجوز إطلاقها على يعني جمعها البنين والبنات، لكن الأظهر فيهم الذكور، لأن السياق هنا سياق قوة وتمكين وكثرة للعدد في مواجهة عدوهم في دولتهم. ولا شك أن كثرة الرجال في الحرب والمعركة وتمكين الدولة أظهر، فلذلك قال هنا بأموال وبنين. قال الله: وجعلناكم أكثر نفيرا، بمعنى جعلنا لكم القوة، جعلنا لكم القوة التامة على عدوكم، فأنتم أكثر نفيرا وأكثر جيشا وقوة ويعني جنودا، فيما يظهر أن الله تعالى مكنهم تمكينا كاملا. قال الله عز وجل، وهذا هو الشاهد: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. يدلنا على أنهم إن قاموا بالإحسان بالقيام بأمر الله عز وجل أحسن الله إليهم، وإحسانهم مردود إليهم أو راجع إليهم، لأنه قال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وهذه أيها الإخوة نأخذ منها قاعدة قرآنية مهمة، وهي أن الإحسان جزاؤه راجع إلى صاحبه. فانظر أخي الكريم إلى أي إحسان تعمله وتقدمه، بإحسانك في طاعتك لله وإحسانك على الخلق، فإن ذلك مردود عليك في الدنيا وفي الآخرة، مردود عليك في الدنيا بأن الله عز وجل يجعل لك حياة طيبة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وأيضا سيمكن لك الله عز وجل في الأرض في أمر الأمة على وجه العموم، وأمر الإنسان أن الله تعالى يجعل له من أمره يسرا وتمكينا. فهذا في طاعة الله وفي الإحسان إلى الخلق أيضا، لأنهما متلازمان في أمر الله تعالى.
قال الله وإن أسأتم أسأتم وإن أسأتم فلها، أي أن ذلك مردود عليكم، أنتم تجنون ثمرته. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، أي إذا جاء وعد الآخرة منهما وهي العلو الثاني، فإن الله عز وجل سيسلط عليهم أناساً يذلونهم. ولهذا قال ليسوء وجوهكم، ما قال يقتلوكم، قال ليسوء وجوهكم للدلالة على الإذلال والخزي. ولا شك أن ذلك أعظم دلالة في مقابل ما هم عليه من علو واستكبار، فكانت النتيجة سفول وإذلال. ثم قال الله وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. المسجد ما هو؟ بيت المقدس. ليدخلوه وليعيثوا به وليتبروا ما علوا تتبيرا، أي ليدمروا كل ما وصلوا إليه وتمكنوا منه. يدل ذلك على أن دولة إسرائيل الثانية قد دمرت تدميرا. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك عسى ربكم أن يرحمكم. هذه الآية فيها إشارة بليغة في دعوة بني إسرائيل مرة أخرى. فعلى ماذا تدل هذه الجملة؟ عسى ربكم أن يرحمكم، كيف يرحمهم بعد أن عذبهم؟ الحديث في تعذيبهم، فقال الله عسى ربكم أن يرحمكم، وعسى من الله واجبة. فما هي الرحمة المقصودة هنا؟ ما هي الرحمة المقصودة هنا؟ من يمكن أن يذكرها لنا مستنبطا من خلال سياق السورة كلها؟ نعم حسنت، هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا إشارة إلى أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لهم، فإنهم آمنوا بها فإن ذلك دليل على أن الله تعالى أراد بهم خيرا، وسيعود ملكهم تحت ملك محمد صلى الله عليه وسلم ودينه وملته، سيكون لهم قوة وتمكن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم أبوا وكذبوا وعاندوا وخالفوا أمر الله تعالى وردوا هذه الرحمة، إلا نفر يسير منهم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون العشرة. ولهذا قال الله تعالى وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا. هذه الجملة أيها الإخوة هي أصرح ما في الآية، ما في السورة على قيام دولة إسرائيل المعاصرة، فإنها دالة عليها. وفي السورة أيضا آية أخرى دالة على قيام دولة إسرائيل الأخيرة التي هي اليوم. فما هي الآية الأخيرة في السورة؟ نعم سنت، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. هذه الآية تحتمل معنيان، المعنى الأول وهو الذي يوافق معنى ما ذهب إليه عامة السلف، وهو أنه فإذا جاء وعد الآخرة وهو القيامة جاء بهم وبغيرهم لفيفا جموعا إلى الحشر، وهي دالة والله تعالى أعلم على في الخطاب لبني إسرائيل أنها دالة على رجوعهم واجتماعهم للحشر قبل قيام الساعة. فإن اجتماعهم في دولة في فلسطين اليوم أيها الإخوة، اجتماعهم هو من أمارات الساعة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة، فربطه بالساعة، اجتماعهم لا بد أن يكون. وكيف يقاتل المسلمون اليهود وهم شتات في الأرض؟ لا بد أن يجتمعوا. فكان
قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود دليل على أن ذلك كائن في آخر الزمان. فهذه السورة تدل عليها، تدل على عودتهم بقوله وإن عدتم عدنا، وقوله فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، ولهذا قال بعده وبالحق أنزلناه وبالحق نزل كما سيأتي. قال الله عز وجل وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي سنحاصرهم حصارا شديدا في الدنيا بالإهانة والإذلال، وفي الآخرة بالعذاب المهين في النار عياذا بالله. يعني كأنه يقول الله عز وجل هنا فإن وراءكم وفي إهلاككم وخزيكم في الدنيا حينما تكفرون بالله وحينما تفسدون وتعلون علوا كبيرا بغير أمر الله تعالى. وهذا يبين لنا يا إخواني الكرام أن ما هم فيه اليوم من علو وإفساد لا يمكن لأحد أن يقول أن ما تقوم عليه دولة إسرائيل الآن وما تفعله إصلاحا. حتى أرباب الغرب ومنظمات الغرب وإن سكتوا فهم يقرون أن ما تفعله دولة إسرائيل الآن هو علو وإفساد وظلم كبير. فهذا العلو أيها الإخوة مؤذن بإذن الله قريب إلى إزالة دولتهم وحصدهم على أيدي من عباد الله تعالى. وقد اطلعت على بعض الرواية بعض النصوص الواردة في كتبهم مما يدل على أن الله عز وجل سيجمعهم في دولة اسمها الرجس في بعض النصوص حينما تكفر بالله تعالى، وأن الله تعالى سيرسل عليها عبادا من عباد الله تعالى، حتى أنه قد ورد أيها الإخوة في بعض النصوص وسيرتقون السور. سيرتقون السور، ما هو هذا السور؟ ما هو هذا السور إلا هذه الأسوار التي بنيت على دولة إسرائيل، وهذا السور الذي حوصر به إخواننا في غزة، والله تعالى أعلم. وأنصحكم أو أوصيكم بقراءة كتاب في هذا لفضيلة الشيخ سفر الحوالي حفظه الله، اسمه يوم الغضب. يوم الغضب، فقد ذكر رحمه الله تعالى نصوصا وأورد فيه ما في كتبهم ليدلهم على حقائق في كتبهم على نهايتهم. هذا الكتاب كتبه الشيخ لهم ليس للأمة، وإنما كتب لهم ليحجهم به. فجميل أن نقرأه في هذا الوقت الذي تعيش به الأمة أمارات قرب سقوطهم بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.